وهذا المجلس الوطني خلق ما خلق من نقاش، من تأويلات، من تجاذبات، شيء مزيان عجبنا، في حين أنه شنو درنا؟ درنا داخل مؤسسة حزبية اللي هي مجلس وطني اللي هو برلمان الحزب، درنا تقييم عادي اللي كيديروه الأحزاب كلها، ولكني كل شيء تفافع. ملي ولينا كنفعفعوا كل شيء. دونك بقاو ديما تفعفعوا عندك ولكن اللي غريب هو كيفاش الاشياء دازت من بعد. كاين اللي اعتبر بان هذا الكلام اللي قلناه ماشي ديالنا، شي واحد قالنا نقولوه، شي واحد قالنا نقولوه. كاين اللي اعتبر بان هذا مخطط ضد حزب العداله والتنميه، كان العداله والتنميه في حاجه الى مخططات. كاين اللي مشات به الوقاحة وقال بأن الكلام اللي قلناه هو كلام اللي قالت لنا الأسرة والمعاصرة نقولوه لأن هما ما قدوش يقولوه. كأننا ملحقة ديال الأحزاب. وكاين واحد العراب ديال الإخوان المسلمين والناطق الرسمي ديالهم اللي وصفنا بجميع الأوصاف، ماشي من اليوم زعما كان شي مستمر، وصفنا بجميع الأوصاف في الجريدة ديالو اللي باعها. خبركم باعها، اللي ما فخباروش اللي فخبارو يقول اللي ما فخباروش. ونعتنا بجميع النعود في المواقع الإلكترونية، الموقع الإلكتروني ديالو كنحييه من هذا المنبر وكنقولو زيد. إذن استمرت الهجومات والقراءات لا لشيء إلا لأن حزب التجمع الوطني للأحرار، هذا الحزب اللي عنده 40 عام دار شي حاجة اللي مولف كيديرها. شنو درنا؟ درنا مجلس وطني، درنا فيه تقييم ديال المرحلة، درنا فيها القراءة ديالنا، ولكن كنظن بأنه داك الشيء دخل عليهم بزاف، دخل على بزاف الناس، لأن كلام الحقيقة يضر، الكلام ديال الحقيقة كيضر، كيضر داخليا وخارجيا، لأن الجرأة السياسية في بعض المحطات السياسية كتطلب من المسؤول السياسي باش يقول داكشي اللي خصو يقول. ومشات المحاولات الى مستوى انه بغاو يدخلوا البلبله داخل الحزب، ها الوزراء مشاو تشكاو من رئيس الحزب بحال شي دراري صغار، ماشي رجال ونساء ديال الدوله،
مشاو تخلعوا داكشي اللي قال الرئيس ديالهم تخلعوهم ومشاو عند رئيس الحكومه كيقولوا له راه حنا ما متفقينش مع داكشي اللي قال مزور. شوف فين مشات الكرات. كاين اللي قال لك بعض القياديين حتى هما ما كانوش متفقين، وكاين اللي قال لك الناس ديال المجلس الوطني تلفوا وضاخوا. او هادشي هذا كله هادشي كله قالوا مزور وبزاف، حنا ما بقينا فاهمين والو. هادشي علاش؟ طبعا باش يعطيو صورة بأنه كاين مسافة ما بين رئيس الحزب وقيادي الحزب ومنتخب الحزب وأطر الحزب. باش يعطيو صورة بأن باش يسكيو داكشي اللي قلت في الأول، راه داكشي كلام ماشي ديالهم، هذاك الشيء اللي قالوه ماشي هما، وراه شي واحد قال لهم يقولوه، ولهذا مزوار بوحدو مشى قالو، والوزراء ديالو والقياديين ديالو والمكتب السياسي ديالو حتى هما كلهم تلفوا ما بقاو فاهمين والو، تلفوا ضخ. اذا كانت محاوله لشق صفوف الحزب، ولكن اش غادي نقول لكم، باقي مازال ما فهموش شنو هو التجمع الوطني العربي. راه يمكن لك تحلم شحال ما بغيتي باش تشق الحزب، راه ما غيتشقش هذا الحزب. وهذا الحزب غيستمر تلقى من القناعات ديالو، من المناضلات والمناضلين ديالو، من الدور ديالو، وغادي يستمر بنفس النسق. ولكن في نفس الوقت هذه الهجومات منين كتجي من اطراف معروفه ما كاين مشكل، كتعبر على راسها، كتجي كتدخل فيك، كاين مشكل كنتعقدك، تحاول تزعزع، تحاول تدير، هذا داخل في قاموس العمل اللي ما كنديروش حنا ولكن كنعرفوه. ولكن اللي كتجي من طرف ديال الناس اللي مخبين عبر الجرائد او المواقع، هذا كنعتبره قمه ديال الجبن ديال الخوف. وكنقول لهم من هذا المنبر مع شباب التجمع، الا كانت عندكم الشجاعه خرجوا. غتشوفوا هاد الشباب والأطر ديال الحزب والكفاءات ديال الحزب واش غدير لكم. وهي مناسبة باش نقول لهم من جديد داكشي اللي قلتو قبل، بغيتو تهجموا على مزوار وغاهجموا، غاضربوا، شتو هذا اللحم صح. ولكن حذري من المس بمسائل الوطن، وحذري كذلك من المس بالدبلوماسية، لأنه مس بالدولة، أنه انتقدني كفاعل سياسي وكمسؤول سياسي، شد على عرامك. ولكن باش تضرب الدولة وتضرب مؤسسات الدولة وتضرب الوطن عبر المسؤول عن الدبلوماسية المغربية، هذا ما سمح به حتى الواحد. ولهذا شوية ديال الشجاعة، شوية ديال النزاهة، شوية ديال الجرأة، وشوية ديال الموضوعية، راه هادي بلاد
هذه بلاد راه عندها قرون، عندها تاريخ، عندها امجاد، كتواجه تحديات كبيره. مزوار كاين اليوم غدا ما غيكونش، ولكن المؤسسات خصها تبقى، الوحده ديال الوطن خصها تبقى، المصداقيه ديال البلاد خصها تبقى. لهذا نتمنى انه البعض يفهموا، خصوصا هذوك اللي كتبوا مساكن نعرفهم ماشي هما اللي كتبوا، ولكن هذا المنبر كنحييهم وكنقول لهم زيدوا الى عندكم شي افتتاحيه اخرى ديروها، الى عندكم شي تهريج اخر تزيدوا، الى عندكم شي حاجه اخرى اللي غتحاولوا بها تضربوا بها التجمع ولا تضربوا بها السياسيين عبر مزوار غير زيدوا، ولكن المغاربه انا كنثق فيهم، انا كنثق في المغاربه وكنثق بانهم فاهمين كل شيء. كيميزوا ما بين الصالح والطالح، كيميزوا بين اللي كيخدم البلاد عن السبب وبتفاني وبين اللي كيهلل عليهم، وهذا بالنسبه لي هو الكنز الاساسي.